مرحبا بكم. قوات الأمن السورية تقتل بالرصاص 15 مشيعا في مدينة حمص الواقعة في وسط سوريا خلال جنازة جماعية لأشخاص قتلوا في جمعة أزادي. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إنه لا يزال في إمكان سوريا حل الأزمة الخطيرة التي تمر بها سلميا إذا أطلقت إصلاحات عميقة وواسعة النطاق، محذرا مع ذلك من أن الوقت يضيق. وكانت تقارير إسرائيلية كشفت عن أن الرئيس السوري بشار الأسد نقل رسائل خلال الأسابيع الأخيرة إلى الإدارة الأمريكية أعرب فيها عن استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل. وأضافت التقارير أن الأسد مستعد للتفاوض بعد استقرار الأوضاع في بلاده. الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يشترط التوقيع بشكل مشترك مع المعارضة على المبادرة الخليجية، مؤكدا عدم الاعتراف بالتوقيع في الغرف المغلقة، وذلك بعد توقيع المعارضة منفردة على المبادرة التي يفترض أن تؤدي إلى انتقال السلطة في اليمن. وقام أنصار صالح بقطع عدد من الطرقات الرئيسة في صنعاء رفضا لتوقيع الرئيس المتوقع على المبادرة الخليجية والتي تنص على تنحيه. الحلف الأطلسي يشن غارات على مرفأ طرابلس وعلى مقر إقامة العقيد معمر القذافي قرب وسط العاصمة. وندد نظام العقيد القذافي بحصار بحري قال إن الأطلسي يفرضه عليه بعد تدمير ثمان من بوارجه البحرية في عدة موانئ من البلاد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفي أنه يواجه أزمة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد خلافهما العلني بشأن حدود دولة فلسطينية في المستقبل. ونقل عن نتنياهو قوله إن تقارير التي تحدثت عن وجود خلاف أخرجت عن سياقها. وفي السياق كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه تلقى طلبا رسميا من فلسطين لعقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات الطرح الأمريكي الذي ورد في خطاب الرئيس باراك أوباما وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكونغرس. الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي شنه الجيش السوداني على منطقة أبيه الحدودية المتنازع عليها مع جنوب السودان وسيطرته على المدينة. ودعا بيان صادر من البيت الأبيض القوات المسلحة السودانية إلى أن توقف فورا جميع العمليات الهجومية في منطقة أبيه وتسحب قواتها. أريبة أريبة موقع تواصل اجتماعي عربي ينافس فيسبوك العربي، فقد أعلن رجل الأعمال الأردني ومهندس الاتصالات أيمن أرشيد أن عدد المشتركين في موقع التواصل الاجتماعي العربي أريبة أريبة وصل إلى ما يقارب 400 ألف في أقل من 4 شهور من إنشاء الموقع، وذلك لأهمية الشرق الأوسط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأوضح أن الموقع آمن تماماً لأنه مراقب على مدار 24 ساعة. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. إلى اللقاء.